عليكم، اهلا بكم. اليوم ان شاء الله يا ربي اليوم بغيت ندير معكم الكروكيت باللي زوبرجين. لي زوبرجين نعطيكم المقادير، كاين لي زوبرجين، فرماج غابي، المعدنوس، شويه تاع حليب باش نشمخ البان دومي. اللي ما عندهاش البان دومي يقد يدير ان كروتون دو با دو بولونجي، بصله ومع زوج سنين تاع ثوم كرفجين، لاند ولوتا، حرور، كركب وشويه ملح، ونسحقوا هنا الدجاج، طرف تاع دجاج وشويه بصل، راني ندير شويه زيت. هنا راني ندير جوست غادي ندير جوست ان تي بويون، مع هذا البويون هذا اللحم من بعد كي يطيب غادي نفتح ونزيده على لا بريباراسيون تاعنا. ما نسحقاش باش نقلي، هنايا ما نسحقاش باش نقلي، سي جوست بوغ ان بويون. غادي ندير هكا، غادي نطيب هذا الدجاج. كي يطيب غادي نقلعه من هذا لاصوص، من بعد غادي نفته ونديره مع هذه المقادير اللي كنت ذكرتهم لكم. نرجعوا من بعد ان شاء الله. هنا الدجاج تاعي هاولا غادي نطحنه، كنت تفورته، اللي حبيه شويه ما كاش مشكل، تتفوروه تقولوا له على بوتعه ونطحنوه. غادي نطحنه هنايا لقي يكون شويه يكون لقي يكون طري يكون طايب، غادي نطحنه من بعد نمر هنا الخبز راني شمخته، دوك نعاود نعصره ما نديروش الحليب. ندير الخل، ندير الحرور، وندير الكركب. ما غاديش نزيد الملح باسكو الفرماج ملح. فوالا اللحم البولي من طاب، الدجاج تاعي طاب، كنت قطعته كيما هكا شرائح، فدته تري 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 بيان، وخلطته مع المقادير اللي كانوا هما الفرماج، المعدنوس، الباذنجان اللي كنت طحنته. الباذنجان ما طحنوش بزاف بزاف بزاف، شويه ماشي تا ولي بيوري ان تي بو. من بعد انا غادي نخلط هنا هاد العجيجات تاعي، سي عجيجات هما سي عجيجات فينالمون، غادي نخلطهم تري تري بيان. من بعد نسحق لا شابلور، الفرينه، البيض والزيت باش نقليهم. هما الافضل هاد العجيجه اللي يتقلو ويتكلو حامين، دونك قبل جوست قبل المغرب ان شاء الله يا ربي تقلوهم، ولا في الفطر تقلوهم جوست قبل 5-10 مينيت قبل الفطر باش يتكلو حامين. غادي نصنع الدجاج تاعي قدامي، نديرهم في البيض، من بعد في الفرينة، من بعد في لاشابلوغ، ونقليهم بيان سور على نار متوسطة. ما نقامش راه كلش راه طايب هنايا، ما غاديش يشدو الوقت طويل في الطياب. نزيد لكم حليبه باش تشوفوا، فوالا هادي لا كولور تاعهم لانني ضعيفه، ما يشدوش الوقت الطياب، ما حتى الوقت انتما تنخربوكم. نوض المبتدئات يديرو غير شويه عليهم بزاف حبات حتى يكملوهم. هادو هما الدجاجات اللي درناهم مع بعض قبيله، هادو في الاخير اللي قدرت طيبوهم لا دغنا مينوت جوست قبل ما يقد الاذان طيبوهم، لقيت تاكلو حامين. شاهدكم في الجنه، شاهي طيبه وان شاء الله هنقارب ان شاء الله.